أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. والصورة بتحكي ألف كلمة وكلمة. إذا كنت حبلي غمض عينيك. نسبة قوية كتير من أمة العرب عم بيصيروا هيك. النسبة الأقوى هلأ بالهند. شو السبب؟ راجعوا شو عم تاكلوا، لأنه الأكل العقل السليم بالجسم السليم. عالطرقات ببيروت كلها بطلع من البيت تأجي لهون ناتشرال فود بوتيتوز، ناتشرال كله كلمة طبيعية. البطاطا تشيبس هي كله مش بطاطا وكله منه تشيبس وما في شي طبيعي. خلاص محوهبة، ما في شي طبيعي، ولا خضرة ولا فواكه ولا أكل ولا تيب ولا صرمية ولا إنسان إلا الطبيعة يلي بعيدة عن البشر. مثل الإنسان وصل يذبح ويقتل ويجرم خلص ويفلسف ويحط الدين إنه إيه هذا الدين عم بيقول لي هيك. لا يعرفنا إلا الله يا علي، بس كالقابض على الجمر. هلأ زمن العزلة وصرتوا تعرفوها، تروح تعملي زيارات اللي بسكع بعيلة وبتركع بالعيلة أو إعدية كنت عم نعيش سرسرة. طلعي منها من وقت لوقت، شوفيهن على الطريق أو اسمعيهن أو افتحي التلفزيون وشوفي هالبرامج كلها. هاي سرسرة، هاي مؤامرة على العرب، على المسلمين بنوع خاص، وهلأ على كل العرب. الحق علينا، أنا السبب. إذا عرفت السبب راح العجب. أنا بدي غير نفسي وبس، ما فيني غير حدا. الإناء ينضح بما فيه. صرتوا تعرفوا، فوتوا على بيت مريم نور، شوفوا ما اللبينية شو وسخة، شوفوا الطابق الخامس كلها زرعة، وعلى البيت أغنى بيت وأفقر بيت. بدك كتاب، سرقة الكتاب حلال. بدك زرعة، بدك تصغية. يحكى أن شيخا عالما كان يمشي مع أحد تلاميذه بين الحقول، وأثناء سيرهما شاهدا حذاء قديم. اعتقد أنه لرجل فقير يعمل في أحد الحقول القريبة والذي سينهي عمله بعد قليل، وجتا ياخده. هذا بده يكون ناسي صرميته هون، هلا بيجي بياخده. قال التلميذ لشيخه: ما رأيك يا شيخنا لو نمازح هذا العامل ونقوم بإخفاء حذائه، وعندما يأتي ليلبسه يجده مفقود، فنرى كيف يكون تصرفاته. وين الصرمية؟ من حطها؟ من أخذ الشهادة؟ قال له الشيخ: ما نسلي نفسنا باستخدامنا للناس ونستخدم أحزانهم، ولكن أنت يا بني غني وفيك تجلب السعادة لنفسك ولذلك الفقير بأن تقوم بوضع قطع نقدية بداخل حذائه، وبتتخبى وبتشوف شو راح يصير. معه حق الشيخ، وأنا معي مصاري. تعجب التلميذ بهالاقتراح وحط وضع نقدية بهون 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 بهالصرمية الورا بهي حتى بس. تخبى هو وشيخه خلف الشجيرات الصغيرة ليشوفوا ردة فعل هالعامل الفقير. بعد دقائق اجى عامل فقير ثيابه كله مبين، خلص عمله في تلك المزرعه ليأخذ حذائه. تفاجأ عندما وضع رجله بداخل الحذاء، في شيء بداخل الحذاء عم شو هيدا؟ طلع يه مصاري نقود، حط بيتين اجر كمان، يه حاطين هون كمان وحاطين هون. يا الله، وقام بفعل شيء، حذاء الثاني كمان شاف. اقول له انا عم بحلم او هي حقيقه؟ طلع هيك حوله ما في حدا. طيب مين حط هالمصريات؟ حط المصريات بجيبته وسجد وطلع على السماء وصار يبكي وقال بصوت عالي يناجي ربه: أشكرك يا رب، يا من علمت أن زوجتي مريضة وولادي جوعانين ومع أن خبز، خلصني وخلصت ولادي من هالهلاك. واستمر يبكي طويلا ناظرا إلى السماء شاكرا هذه المنحة الربانية الكريمة. تأثر التلميذ كتير، طلع بشيخه وامتلت عيونه دموع. قال له: هيك لازم تعمل، ما تستخدم الناس وسيلة لتلعب فيهم. لست الآن أكثر سعادة من لو أني خبيت الخزاء. لقد تعلمت درسا لن أنساه ما حييت يا شيخي،
والآن فهمت معنى كلمات لم أكن أفهمها في حياتي. عندما تعطي ستكون أكثر سعادة من أن تأخذ. الدنيا giving and living، أخذ وعطاء. انتبهوا، if you don't give you don't receive. وإذا أعطيت رغيفاني بيجيك 20، بتعرفوا رابعة بنت البصرة، إجا واحد أعطاها 18 رغيف، قالت له وين الاثنين؟ ليش عرفك؟ أكلتهم أنا جاي على الطريق. قالت وين عندي رغيفين؟ مرق واحد جوعان أعطيته رغيفين، حسني بعشرة. قال له شيخ ولتعلم يا بني إن العطاء أنواع، العفو عند المقدرة، الدعاء لأخيك حتى بالغيبة، التماس العذر له وصرف ظن السوء به. انتبه، ما تستغيبوا الناس، ما تطعنوا بحدا. الله عنده حسن ظن فيك، يكون عندك حسن ظن بهيدا الحرامي الكذاب المنافق. مرة في مرة هي وبنتها ماشيين، لقيت بنتها ومن بنات الهوى، ما تطلع فيها ما تطلع فيها، مشي شو بدك فيها تطلع فيها هي، والبنت عم تركض 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 ووصلت. قالت لها مدام بس بدي اقول لك انه هيدا الجزدين تبع المصاري البورتموني وقع من بنتك. صحيح هي بيت وهي شغلتها، بس صادقه. هيك كان في وحده كل الوقت، هون رجل دين شيخ خوري شو ما بدكم، وهي هون يا رب طهر قلبي مثل قلبه يا رب، هيك بدي الله تدعي. وهو يقول كم واحد صار فايت لعندها اليوم؟ انا ما بدي فوت لعندها، صاروا شي 12 13 14. هي دفنها كلب وراعي، وهو دفن شخصيه مخصيه، وصل على الحساب انت بالجنه. قال له انا بيني مساجد وكنائس ومعابد وهياكل واعمل هيك اعمل. قال له الله رب قلوب مش رب جيوب، شو النوايا؟ كل واحد منا يفكر هيك. انتبهوا، هلا اولادنا عم تجي بهالاشكال، خلقه كامله نعمه زايده. ولو ماي اختك ماتت وانت حاكم، ما راح اقول باي بلد، كم 100 مليون دولار دفعت تعمل كرسي مهمة للميكروبيوتيك بإسرائيل؟ اعملها بالأمة العربية. أنا قال لي واحد، قال لي بتجي على إسرائيل اللي بدك إياه؟ قلت له لا، ما زال في مصلحة بعد، لازم يكون في مصالحة بيننا كلنا. في فلسطين ما في إسرائيل، فلس وطين، كلنا أخوة بالله. لازم، انت بدك جيش وانا بدي جيش، شو هالجيش؟ ليه بدي سلح وليش بدي؟ لازم نقوي. السلام عليكم. امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، يا حبيب قلبي انا عم بقول عليه السلام، انا علي علي ما عنده لقب ابدا، لقب مطب بالمكب. على باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لنا قبل 1400 سنة ما هو حاصل الآن في سوريا. طبعا عند الكشف وقت اللي إجا سيدنا عمر وقال له عم نخسر ببلاد الفرس، قال له حكيوا بإيران، بإيران بلاد الفرس يا سارية الجبل. وقت اللي إجوا قالوا ربحنا، لأن في واحد كان عم بيحكينا، عنده هو الكشف، عنده السكايب، ما بدك هاي. هلا كل هالمكانات يلي بايدنا صرنا اله بخدمه الاله، ما بدي اياها، ولا بدي تلفزيون، ولا بدي سكايب، ولا بدي قلها، ولا بدي كتاب. هذا كتاب الله المقروء والمنظور. تتذكروا هيدا التركي؟ يا دم يا مدم يا مدم يا دم، يحط المصاري، ماني جوعان، ما بدي هالصرميه، ما عندي سرمية، صار معه مصاري، شو بدي أعمل فيهم؟ بدي أعمل مسجد، أطلع فيه على الجنة، شاف أرض هيك حلوة كتير، راح أقعد بالأرض، مرق واحد قال له شو عم تعمل هون؟ قال له ما فيني خبرك، أنا تركي، علي اسمي يعني،
وهيك هيك يا دمي مدم يا دمي مدم. قال له أنا اسمي رافي أرمني وتركي وهي الأرض إلي. رافي نصير هوس عود قعد. صاروا اثنين. قال له طيب انت صاحب الأرض ولشو أنا عمل قبة؟ ما هو عمل قبة، كلنا تحت هالقبة. شي داقس مين شو عسيقا بيدي انك شنك ترك. شوي اجا واحد مين شو هوسس ليش قاعدين هون؟ خبروا القصة. قال لهم انا مهندس ببني ومعي مصاري. شو بتبني؟ كنايس مساجد ما هيك بنيات؟ قال لا ما بدنا هيك، روح من هون. ليش شو بدك تعملوا؟ قال لهم ليكو معكم حق، هاي القبة وهاي الأرض، بس أنا ببني منارة. شو يعني منارة؟ قال له أو أربع منارات نربعة أو سبعة نسبعة، وبعدين إلى المدد يا أبد يا صمد. فكروا ببعضهم قالوا تعال نجرب بلا المنارات، خلينا نفتح المنارة الداخلية. معك حق. قالوا أي هي أقوى، المنارة الخارجية أو المنارة the inner light؟ لا هي. خلص قعدوا. شو بدك تعمل بمصريتك انت وانت؟ بنحطهم على الطريق، بيجي الجوعانين. اجوا ناس زيحوا المصاري فتوا قعدوا حدو، اجوا ناس اخذوا مصاري راح اشتروا اكل، وصارت الناس تجي. احلى مسجد بالعالم هلا بتركيا. حطوا شوفوا وين بني الله المسجد، بلب القلب وفيك انطوى العالم الاكبر. طيب كيف بدي فوت من الفكر الكافر الماكر؟ يا لطيف شو شيطان وشو قوي بيغلبني 99%، بس اذا بغلبه مره خلص. بعرف انك انت غلبتني بس انا غلبتك كمان. بفتح اي كتاب، اي صوره، اي كلمه، اي ربي بيساعدك تغلب. فانظروا الى قول الامام عليه السلام وانظروا الى واقع الحال في سوريا حاليا. قال اذا رايتم الرايات السود فالزموا الارض ولا تحركوا ايديكم ولا ارجلكم. ثم يظهر قوم ضعفاء، ما في عندنا، عندنا ضعاف هيك، قلوبهم كزبر الحديد غبرة، هم أصحاب الدولة لا يفون بعهد ولا ميثاق، يدعون إلى الحق وليسوا من أهله، أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى، وشعورهم مرخاة كشعور النساء، حتى يختلفوا فيهم فيها بينهم، ثم يؤتي الله الحق من يشاء. أصحاب الدولة دولة العراق والشام. داعش. أسماؤهم الكنى أبو البراء، أبو مصعب، أبو دجانة. نسبتهم القرى البغدادي، الجولاني، الحراني. شعورهم كشعور النساء، واضحة جدا جدا. يختلف بينهم كما هو وضعهم حاليا. وأهم جملة قالها مولاي أمير المؤمنين عليه السلام هي يدعون إلى الحق وليسوا من أهله. اليوم كل بناتنا اللي شعرهم منفوش ويلي عمد ميك أب وهيك ما تطلعوا فيهم، سكروا التلفزيون. ما حدا مرة كبيرة بالعمر إلا أنا بقعدها بحط القاعدة على الأرض وبفتح تمي. هني ما حدا عم بيعمل حضرة إلي هي إلا هالشباب بهالحضرة. وكل برامجنا هيديك والتقيت فيكن أكثر من مرة عند حكام هالأمة، بندر بن سلطان،
إذا عندي ولد أو حفيد أنت وولادك، هيفا بنت فيصل. إذا حدا بدي يقول لي مين بنتك بالروح، هيفا بنت فيصل، أنت بنتي وبجي وبعيش معكم. ولكن شو عم تعمل يا بندار؟ ولو كتبي بين إيديك بخط إيدي، ما حدا احترم وقدر مثلك وأنت يا هيفا. ما حدا كرمني ماديا معنويا، وجيت على لبنان تأعمل بيت سميته بيت المعلم. بدي أعمله كنت بالمختارة، عطاني أرض قلت له كل شيء بيضل باسمك لوليد، ما بينبح فيها الكلب. رجعت رحت على منطقة اسمها معاد، وأنا عندي وعد إلهي. شو عملت يا بطرس بمعاد؟ ورجعت ترك لي البيت وأخذ 70% 80% لأني أعطيت البيت تقدمة وشكرته إلى فرح العطاء. وين فرح العطاء؟ ما في مؤسسة إنسانية يا أخوتي بأمة العرب. عم فتش عن سين، الباقي كله كذب. عم نتاجر بولادنا، عم نتاجر بأحفادنا، عم نتاجر بالمعاقين، عم نتاجر بالختيارية، عم نتاجر كل وسائل إعلامنا بالطيارات إذا ما كانت ما بيحطوها مضيفة. الختيار والختيارة اللي ما عنده كبير يشتري كبير. كنت بدي أرجع على لبنان وعيش باللاتات بلانش، موحدين وما في دين. وين راح يتسكروها؟ كل مؤسسة كانت عم بتفكر بالإشياء الطبيعية وهيك تسكرت. بسوريا، بلبنان، أحلى زيت كان بلبنان ما ضاين شهر، قالوا له هيدا لأمريكا مش للعرب. كبس على البارد، قال لهم أنا أصلي لبناني. بسوريا فتح معمل اسمه التمبي، يا حبيب قلبي أنت، بس سبقت الزمان، تسكر. بتهد الاقتصاد العالمي، قال لي رفيق الحريري. هيك سألوا نازك شو صار فيها أربع خمسة أيام أنا طبخت. وابنه بس أكل، ما شفته كنت بعد، بس قال لي بتقلك قام مشي ما بشي. أحمد زكي اليماني، كيف فيك؟ حطيت أمر إلهي إيدك إيدي هون. كل شي بروح مكة ما صارت معي، أعطاني حق فردة صرمية. نازك الحريري بعد سنتين بعتت لي حق فردة صرمية. كلكم مين كرم هالعلم؟ مين كرم هالمرأة؟ مين ما بدي تكريم إلي، مني بحاجة. الله كرمني وسكن بلب القلب، بس نكرم هالعلم، علم أبدان وأديان. نحط توحيد مش وحدوه هيك. لا يعرفنا إلا الله يا علي. فن التلاعب بالمفردات يا حبيب قلبي أنتم. هناك قلم، انتم بتقرون احلى مني بس انا بقراهم هيك، يحرر واخر يقرر واخر يغرر واخر يبرر واخر يحاول جاهدا ان يمرر واخر يكرر. يا حبيب قلبي كيف بتجيبون وبتبعتون؟ بالكتب كلهم بحطوا. اذا سئمت من الوجود لبرهه فاجعل من الواو الكئيبة سينا، وإذا تعبت من الصعود للقمة فاجعل من العين البئيسة ميما. ميم واو نون. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى قبل أن تبنى. يا حبيب قلبي شو هاللغة الغنية؟ أنا العمياء، أنتوا البصيرة عندكم مفتوحة، بتبعتوا لي هيك. بلاد العرب تحتاج إلى قائد مخلص، لا إلى مخلص. رضا كل الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك. فاترك ما لا يدرك وادرك ما لا يترك. يا حبيبتي كلهم ببعتهم لزينب خليفة. زينب خليفة هلأ حاليا الحي بالسودان،
وأنا عندي أمل بالسودان. قال لي السودان كلها لأليك. وشفت الكويخ منا يابسة، حشيش أخضر. قلت له بس الـ FDA عندكم، يعني ما بدي روح مطرح ونحن عم نرضي الـ FDA، يعني السلاح والدمار والقتل واللي عم بيصير. الصدق في أقوالنا أقوى لنا، والكذب في أفعالنا أفعى لنا. يا حبيب قلبي، شو هاللغة وشو هالكلمات؟ زينب كلهم ما تحط لهم زهور وتحط لهم هيك، وأنا بدي أتعلم هيك. تبعتوا لي زهرة بصير بحط زهرة، بحط حتى اللي حطهم بالكتب عم بيتعلموا هلأ يقروا خط إيدي، لأنه وقت اللي بتقرأ خط إيدي بتحس بوجودي فيك وبوجودك فيي أكتر، بنتناغم. والكتار عم بيقولوا لي مريم خط إيدك سهل، ما تخافي، ما في لزوم حدا يدق. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد مالوا. يا حبيبتي أنت بقلبي، إذا القليل القليل اللي بعرفه من وراك مريم الشريف. ما بعرف هلأ أنت بعدك بمصر أو بالسعودية، كنا نلتقى وهي من أهل الذكر ومن أهل الصفا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. حبني جوزي أنا وقوية، حبوني ولادي أنا وغنية. لم تعد تنفع الكلمات، فالضمير في الكل مات. يا حبيبي نعم، راح الضمير. وين العدل؟ مات عمر. كون انت الضمير يلي بتحب تشوفه بالمصير. Be the change you want to see in the world. كون انت التغيير. خبرتكم بيتي ما في انظف وما في افقر وما في اغنى، وما بقدر اذا عندي فكره بدي اعملها دغري بقوم، ما فيني نام. وبيجي النعس اوقات هيك بكير الساعه 8:30 9، كون بعدني عم بكتب شيء هيك، وبيرجع بيروح خلاص نقبر عده. بقوم بقعد هيك بكتب هون بعمل هون بحس. بعدني بحب الخبز، ولو عم بيقولوا هلا ما تاكلوا خبز، ما تاكلوا خبز في خميره اصطناعيه، بس الطحين اللي عم بيجي قالوا لي بيع علي. في واحد بيجيب طحين من استراليا، قمح من استراليا بيطحن وبيعطيك، بتضلوا تلاقوا شيء اشطف زوم. بس كل يلي شفتهم ما ادري وين هونيك ما تشتروا ابدا، لانهم بدخنوا بتدخنوا. عم تعطي اكل طبيعي وعم تعطي شيء طبيعي دخيلك. نسيت اسمك وقال لك انت، بدي اقول دايما ببهدلك. وابدا ما تشربوا بقى شو بيقولوا له هيدا المشروب اللي عملته ام كريم، مورينجا ما ادري شو هيدا، كومبوتشا. ابدا الكومبوتشا كثير طاقة انثى، وامراضنا كلها طاقة انثى تقريبا. نعم، ارضهم ما دمت في ارضهم، وحيهم ما دمت في حيهم، ودارهم ما دمت في دارهم. يا حبيب قلبي كيف انك تكون لطيف ومهذب ومنيح، انا معكم بس مش منكم. يا حبيبي انا مني المسيح بس من السالكين ان شاء الله. قد ما فيك احترم الجهل واحترم الجهلاء واحترم هي واحترمهم، هل قد بيعرفوا؟ الانسان عدو ما يجهل. كون ببيتهم بس انتبه، ما تروح تحكي عنهم. اللي بيسب عن فلان بس ابرم ظهري انا رح يسب فيي. اذا نصحت احدا بترك معصيه كان رده اكثر الناس تفعل ذلك، لست وحدي. انتبه ما تكون جليف، ما رح يسمعوا لك. بدها تكون هيك بشويه لطف، انه تعرفي يعني تيتا لايكه هلا انت ما بتشربي من هالمشروبات الغازيه،
كل الكولا البيبسي كلكم كله. جيبي شقفة لحمة وحطي عليها هاي، بتموت اللحمة ما هيك. جيبي شقفة حديد عليها قصدير حطي لها مشروبات غازية، بتموت الحديدة. حطي ضفريك بيموت، حطي شعريك لك شو بصير فيه. ساعتها هي بس خي عم بيشرب تضربه تكبه. الماما بتعمل تقعدي كلكم بتعصر، شو في اليوم بردقان؟ عدو شاد صدركم اشربوها عمالكم. عنب عصري بالبزر، ما تجيبوا عنب بلا بزر ابدا، جي ام او كله مهجن. اليوم بدك تشتري بزر وين ما كنت الا بشكرك من الاردن مونسنتو، نحن بنزرعه وبنخلي وحده كبيره هي للدار. لو بحثت عن كلمه اكثر الناس في القران الكريم لوجدت بعدها اكثر الناس لا يعلمون لا يشكرون لا يؤمنون. يا حبيب قلبي، وقت اللي بنفهمها بنصير نحن عم نتغير، كل واحد يغير نفسه، ما حدا في يغير حدا. علي بنفسي ثم نفسي ثم نفسي تا ينقطع النفس. Thank you.